نازل النهارده عشان ادمع اقول للراجل الحر الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي نقصنا ونقص مصر كلها من الاخوان. نازل النهارده عشان اعبر على فرحتي مع الرئيس الجديد. انا اتمنى ان هو ينظر للغلابه والعشوائيات، ينظر لنا نظره واحده بس، هي نظره ان احنا اللي عملنا الثوره واحنا اللي وقفنا معاه، ومعظم العشوائيات هي اللي ادت صوتها للسيسي. والتعليم لا، الاخوان دول من طول عمرهم مكشوفين، يعني الاخوان دول طول عمرهم مكشوفين، واللي هو حزب الله ونعم الوكيل فيهم. حزب الله ونعم الوكيل. شنرجع احتفل بالسيسي. هو السيسي احلى حاجه، هو اللي مسك البلد، هو اللي نقصنا، هو اللي عمل كل حاجه. مبسوط يا عوض؟ طبعا مبسوط. مين رئيسك؟ السيسي.